اهلا بيكم. يوم جديد وحكايه جديده بنحكيها معاكم في برنامجنا حكايه مكان. حكايتنا النهارده من داخل محافظه مطروح، وبالتحديد احنا موجودين في مكان من اجمل الاماكن في مطروح. احنا موجودين في اسطبل فارس مطروح الاول. هنحكي حكايات كتيره جدا عن الخيل، والخيل الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان في نواصيها الخير. مش بس كده، كمان وصانا كمان ان احنا نعلم اولادنا السباحه والرمايه وركوب الخيل. تعالوا مع بعض ناخد جولة ونحكي حكايات أماكن كتير داخل اسطبل فارس مطروح الأول، ونعرف أصل الحكاية. واحنا في مطروح يبقى لازم نكون هنا في اسطبل الاستاذ او فارس مطروح الاول زين عبيد. برحب بحضرتك معانا. اهلا بيكي واهلا بكل المستمعين. هو ايه، زعلان ولا بيرحب بينا؟ بيرحب بيكم، ده بيكرم الضيوف. اسمه ايه بقى؟ ده اسمه نور. الله، اسم جميل. في البداية طبعا يعني كل الناس هنا في مطروح تتكلم عنك وتقول بقى فارس مطروح الأول. عايزين بقى نعرف المشاهدين عليك، مين بقى زين عبيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الفارس رزق عبيد من قبيلة المعبدة. طبعا احنا بنمثل التراث ده، وده تراثنا وتراث أجدادنا، مهتمين بسلالات الخيل، بنحب الخيل. طبعا الناس كلمة فارس مطروح الأول، طبعا احنا عندنا فرسين كتير، بس كل واحد عنده آراء. يعني الفارس ده مش بيركب على الحصان وخلاص، بأخلاقه وبالمروءة بتاعته، بصاحب وقفة جميلة زي فزع احنا بنقوله عليها. الفارس طبعا ليه مواصفات كتير غير ركوب الخيل، لأن الخيل أي حد بيركب خيل، لكن احنا لما نتكلموا على أصول الخيل لازم يبقى يعني الفارس ده ما أعدنه أنه كويس، لما يلاقي صاحبه في محنة يقف جنبه، بيحب الحاجة الجميلة للناس، صحابه والأسرته والناس اللي جنبه، ده الفارس. يبقى راجل عنده شهامة وعنده مروءة، ويعني صاحب وقفة يعني. طب خلينا بقى نتجول مع بعض بقى ونحكي حكاية المكان. يعني أنا شايفة أنك أنت مش بس بتهتم بالخيل العربي الأصيل، لكن الأجنبي والخيل كمان اللي تعبان المريض أنت بتجيبه. هو متأثر معنا. طبعا أول حاجة احنا عاملين اسطبل، أنا ومراتي دي من ألمانيا من ميونخ، هي اسمها هيلجا، وزي ما تقولي جت بينا قصة حب، فلقت ان يعني الوفاء، هم عندهم الوفاء، وعندهم يعني لما بيحبوا حد بيحبوه لأن هم بيختاروا بمزاجهم. فطبعا الحمد لله يعني الواحد قد يعني المرعاة اللي هي شافتها، لأن هم عندهم نظرة كبيرة في الناس، أو يشوفوا الناس طبعا ليهم طريقة خاصة، لأن هم عندهم ما عندهمش أي يعني عندهم هم يحبوا واحد بيحبوه خلاص، ما عندهمش أي مخلصين. فالحاجة دي بينا ترابط كتير، وتجوزتها طبعا واخدها قصة حب بقى. فلقينا الهواية بتاعتنا واحدة، هوايتنا الخيل. ولما جتني مطروح وشافت الخيل، اللي فيه خيل طبعا متبهدلة، في ناس بتجي لنا في موسم الصيف بتشغل الخيل هنا في الإيجارات وكده، وبعد ما يخلص صيف هو بيجي لنا، يعني مش بيجي يشتغل يعني موسم بالنسبة له، وبيبيع الحصان بأي سعر، بيبقى الحصان متبهدل. فاحنا عملنا فكرة مع بعض ان احنا نعمله مأوى للخيول، فنساعدوا الخيول الضعيفة ونعلقوها ونهتموا بيها. فطبعا بالفعل يعني قررنا انا وهي، وعملنا جمعية بمرعاة الخيول، ولما نلاقوا حصان ضعيف حصان متعور بناخدوه ونهتموا بيه، لان برضك الخيل مذكورات في القرآن يعني، والخيل دي حاجة جميلة يعني، حاجة يعني حتى وشهم خير، كلمة خيل خير.
تعال نتعرف بقى على باقي انواع الخيل اللي عندك. يعني انا شايفه هنا في التراك مجموعه من الخيل طبعا حاجات مختلفه، بقى انت اللي هتقول لنا بقى الخيل اللي عندك وانواعه والمجموعه طبعًا. اللي هنا طبعا احنا عندنا خيول، في خيل اللي نقول عليها برب، ده بانجليزي على عربي، وعندنا الخيول الانجليزي وعندنا الخيول العربي، يعني ده عربي مراسيم، ده من الخيول العربي المرسيم. اللي معانا اللي كان معانا اه تعال نشوف الانواع الثانيه. والانواع دي طبعا في خيول هنا يعني بنعلقوها، وفي خيول كده يعني طبعا سلالات، في الانجليزي وفي البلدي وفي البربري وفي العربي المراسيم، يعني خيول كتير. ايتي عبد الله الحصان العربي الثاني ده. عشان تشوف انت بقى يعني سايق من شويه بقى وفارس مع حصان صعب جدا. احكي لي قصه بقى فزاع. فزاع ده طبعا حصان ده جميل، كانت قصته جميله معايا. انا لما شفته كنت في الهرم وبتمشى انا ومراتي، لان عندنا برضك اسطبل هناك بنعلقوا فيه خيول. فلما شفت فزاع مع ناس فعجبني الحصان ودخل قلبي. يعني الخيل ده على فكره حب، يعني لما تشوف الحصان كده، وانا من صغري انا بقالي 32 سنه 33 سنه وانا في الخيل، انا 46 سنه. ايوه 32 سنه خيل خبره. وبعدين دي هوايتي من الطفوله، ومن انا صغير من 9 سنين وانا يعني بحب الخيل، وممكن اغلبيه اعادي ومع الخيل واهتمامي بالخيل، وبنعالج الخيل ازاي وبنشوف ايه اللي بتحبها وايه اللي مش بيحبه، لان الخيل طبعا ده حيوان جميل خالص. يعني انا كان عندي حصان بيعرفني من الكلاكس العربيه، لو انا اديت كلاكس على البوابه هو يعرف ان دي عربيتي، بالرغم ان احنا قاعدين على شارع عربيات كتير بتعدي. دي بقى اسمها ايه الخيل ولا اسمه ايه؟ ده اسمه ريان. ريان ده حصان عربي اصيل، وده طبعا حصان ده يعني خاص بمراتي، هي جميل بتحبه. طبعا ده عربي من شهادته عالية خالص، يعني الشهادة بتاعته عالية، فيها خيل أبطال. طبعا ده جاي من 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 القاهرة، فطبعا احنا جبناه هنا عشان هنا الهواء والجو جميل زي ما انتم شايفين، والجو مكشوف كده وياخذ راحته في التراك، لو حبينا نلعبوه حبينا نهتموا بيه كده. نتجول كده في المكان كده ونحكي حكايات، وانا شايفه المكان مليان حكايات. يعني انت دلوقتي عامه انا شايفه ان عندك كمان زي صيدليه خاصه بكل ما له علاقه بالخيل، وجانب اخر من المكان كده في مكان كمان خاص بالخيول كلها اللي كانت تعبانه او اللي كانوا هيرموها خلاص وانت انقذتهم. فعلا يعني لو جبت لي الكاميرا على الفرسه دي، دي اسمها دي طب نروح لها دي اسمها ليزا، واللي جنبيها تعالي كده واللي جنبيها داليا. دي طبعا كانت حالتها صعبه وصاحبها يعني مش مهتم بيها خالص، وكان وقدها طبعا عندنا حاجه هنا بيقولوها الحليب بتاع الفرس لصمام القلب، لانه بيعمل سيوله في الدم، فكان اللي واخدها كان مش مهتم بيها، كان بياخد منها حليب لما خلاص نشفت وتعبت خالص، فكانوا يعني باعوها الواحد كده مش برضك مش مهتم بيها. فاحنا اخذناها بسم الله ما شاء الله، شفت دلوقتي حالتها يعني 6 شهور المرعاه دلوقتي اتغيرت خالص، وابنها اسمه ذهب ما شاء الله جميلة جدا. طب انا من ساعة ما دخلت وانا عجبني جدا الزي اللي انت لابسه، كلمني بقى عن الزي الجميل اللي انت لابسه ده، وده زي بدوي ولا هو شبه المغربي شوية؟ طبعا البرنوس ده فيه المغربي شوية، البرنوس ده اللي انا لابسه فوق ده عبارة عن من زمان كان بيلبسوه الملوك، ده تكملة للصدرية. عايزين نوريه للكاميرا كده. ده زي الصدرية كده بتاعتكم في البدو ولا مختلف؟ يعني مثلا استنى كده طبعا ده اسمه البرنوس اللي هو شبه المغربي. طبعا ده طقم الملف ده ايه بقى، ده زي صدريه. ده طقمين فوق بعض، ده واحد لو مثلا في صيف يعني نلبسه، واحد في الصيف واحد في الشتاء، واحد في الشتاء وممكن يعني مع بعض. القط ده في الصيف واللي بكم في الشتاء. ايوه هو اسمه كات ملف، ودي اسمها الشنه صح؟ وده الشنه. الله ينور عليك، هو انت عارفه. بحاول بقى. لا عارفه. وطبعا عندنا الجرد من الزي الرسمي اللي احنا بنلبسوه. الجرد ده كان بنستعمله ايام زمان حتى في لبسنا على الخيل واحنا راكبين، كان حد في الحروب يعني كان بيتغطوا بيه بالليل، لو مثلا مكان بعيد كان ممكن لا قدر الله لو واحد توفى ممكن يكفنوه بالجرد ده يبقى معاه. هو عباره عن حاجه صوف بتتعمل من يعني صوف من تعمل من وبره الغلم،
بينسجون طبعا ده يعني وحاجة يعني خفيفة وفي نفس الوقت ليها جودتها وجميلة يعني دي من تراثنا يعني. وصلنا دلوقتي الفزاع، فزاع هو فزاعنا من ساعتها بصراحة. هو تقريبا مفيش حد بيركبه غيرك ولا ممكن حد يعني تاني يركبه؟ فعلا أنا بركبه وهو يعني بنتعامل معاه قبل الصروع. عندنا حاجة اسمها الضلع اللي هو بجسمي، يعني اللي جاء متقطع مني أنا لما بميل على جنب بيجي معايا زي ما أنا عايز. ده من كثر الممارسة يعني مع الحصان ومتفاهمين، لأن علاقتك مع الحصان لما بتتمشوا كتير وتقعد معاه المفروض أنك تقعد مع الحصان أقل حاجة في اليوم 6 ساعات عشان يفهمك وتفهمه وتركبه ويبقى فاهم بالكلمة بتكلمه، أن الحصان ده أذكى حيوان. طب أنا شايفة يعني لبس الفزاع مختلف شوية، يعني ما بنشوفوش في أي مكان غير هنا، فكلمني بقى عن اللبس الجميل اللي لابسه ده. طبعا اللبس ده اصلا من الاول كان نظام تراث كان بيعملوه زمان بينسجوه نسج، فطبعا دلوقتي متطورين عاملين كله نظام شغل كمبيوتر، لان الحصان ده غالي علينا بنلبسوه في عدد مطليات، مطليه بالذهب مية الدهب، يعني الاجزاء دي مطليه بمية الذهب زي كده دي اللي يمكن حتى لو الكاميرا هتصور يعني مطليه بميه الذهب الجزء ده عشان لونه ما يتغيرش. عشان لونه ما يتغيرش. طبعا ان الحصان بيعز علينا بنلبسوه في عده تانية فضه، بنلبسوه العد الفضه والذهب، لان الحصان ده بالنسبه لنا يعني ده جزء من العائله، يعني ده زي ابني، يعني ممكن وانا بطلع زكا اعمل حسابه معايا ان انا اطلع له زكا معايا من حبي الحصان وهو حبه لي. فحتى لو عندنا انا واحد صاحب وصديق عنده حصان مات، ففي ناس كتير ما جوش عزوه فهو زعل خالص، وممكن عندهم ناس يعني من العائلات توفهم قال زي ما جنوش في حصاني انا مش هقول، لان لي معزة كبيرة الحصان كأنه واحد من العيلة، كأنه واحد من العيلة بالفعل. وطبعا بالنسبة للدي دلوقتي عاملين احنا نقول عليها سطايح، عدة سطايح اللي هي الجزء اللي فوق ده ذهب، لا دي الجزء اللي مطلي بمية الذهب. ودي يعني الاجزاء اللي مطليه بميه الذهب دي اللي فيها زي نحاسيات كده. ايوان دي طبعا العدد دي اصلا بتيجي من ليبيا، احنا بناخدوها طبعا وبنعملوا عليها الدناديس دي المنظر الجميل، بنعملوا عليها نظام الباروك عشان يبقى الحصان اصلا. الباروكه دي احنا عاملينها دي من شعر من ديل الحصان، ده اصلا من مستخرج من ديل الحصان. لانه هو صغير لازم نقص له ديله عشان يتقل الشعر بتاعه يكبر ويبقى تقيل. طب هو اصلا ازاي ده مش تقيل عليه؟ يعني مش تعبه مثلا تقل شويه؟ هو حتى لو تقيل عليه هو تعود عليه، لان الحصان برضه قوي يعني، وده تعويد ممارسه يعني. الحاجه دي هو بما بنحطوها عليه لغايه لما يتعود عليه ويعرف يمشي بيها، لان لو حطيناه على حصان تاني مش معرفهاش ما يمشيش بيها بيتلخبط. يعني كم سنه بقى عشان تحطوا له اللبس ده لازم يبقى عنده كم سنه الحصان؟ يعني اقل حاجه احنا نبداه في تدريب من سنتين عشان يبقى مخ ليونه زي الطفل اللي بدخله سنه اولى. هو عنده كم سنة بقى فزاع؟ لا فزاع ممكن عنده 10 سنين أو أكتر. أيوة. يعني فزاع قولي نوعه إيه؟ نوعه إيه بقى يعني؟ فزاع ده إنجليزي. طب أنا شايف عندك خيل عربي أصيل وخيل إنجليزي، إحنا ممكن نجوز الاتنين لبعض ولا لازم العربي يتجوز عربي والإنجليزي يتجوز إنجليزي؟ طيب تمام، إحنا متفقين في الموضوع ده، إحنا سلالات العربي لسلالات تخلف خيل عربي زيها، يعني الحصان العربي ده في حصان نقوله عليه النحتة اللي وشه مرسوم وبروز العين والمنخار الواسع والجبهة العريضة ودانه قريب من بعض وزرعة الديل دي طالعة من الظهر، ده العربي، والرجل الرفيعة
ده الحصان العربي. خيل الانجليزي عريضه، خيل عريضه وخيل بتستحمل الشتاء وبتستحمل يعني عندها قوه التحمل. احنا لو جوزنا العربي يعني لو جبنا مثلا فرس عربي مع حصان انجليزي بتطلع لنا سلاله مختلطه عندها قوه تحمل نقول عليها برب، بيبقى جايب من العرب وجايب الانجليزي. العربي طبعا يتميز بالسرعه وحموه الدم، والانجليزي بيتحمل قوه التحمل لان احنا برضك عندنا بلد يعتبر صحراويه بيستحمل البرد ويستحمل الارض الناشفه ويستحمل يعني الهواء والبروده غير العربي الثاني. العربي الثاني اسطبلات لو جه خدته برا ممكن يجيله برد ويتعب وحساس شوي. خلينا بقى ننتقل لمكان تاني برضو نكمل فيه حكايات، يلا بينا. غرفة تانية بقى وخاصة بالملابس والأزياء اللي بيلبسها الخيل في المناسبات، عرفني بقى. يعني أنا شايفة مجموعة كبيرة بأشكال مختلفة وألوان مختلفة. طبعا إحنا عشان زي ما أنا قلت قائد فرسان مطروح أو فريق فرسان مطروح، فالعدد دي كل حصان من عندنا عنده عدة معينة لي، لأن ممكن الحصان يبقى عنده حساسية في جلده ولا حاجة ما ينفعش إن نأخذ العدة بتاعته نحطوها على حصان تاني. يعني كل حصان ليه عدة خاصة، ليه عدة خاصة بيه تتعامل على مقاساته مثلا، بتتعامل على مقاساته عشان ممكن يكون حجمه صغير بنعمل له عدة يبقى لايقة عليه، ما ينفعش نلبسه حاجة أكبر. يعني ما ينفعش حصان يلبس حاجة تاني، ما ينفعش. وبعدين دي أنا الباروكة اللي إحنا قلناها دلوقتي دي عبارة من شعر الخيوط، طبعا دي ما بتتقطعش لأن من ديل الحصان فقوية شوية. دي احنا بنحطوها للحصان عشان لما يبقى عندنا عرض ونمشي في الشارع الحصان بيبقى مركز مع اللي ركبه، مش يبقى مركز مع الناس. لا مش تقيلة قوي، ده هي بالعكس دي بتخليه يرفع دماغه لفوق وهو ماشي كويس. هو طبعا الخيل على فكره بيدي ثقة لصاحبه، لان الحصان ده يعتبر زي الاله الدبابه في الحرب. يعني الحصان هو لو بيشوف في دبابه وبيضربوا عليه نار هيرجع ورا هيخاف، لكن هو بيجاهد مع صاحبه بيخش على اي حاجه. يبقى افضل ان هو ما يشوفش وانه يبقى متحكم فيه الفارس هو بيشوف، بس هو ثقته في الفارس اللي ركبه بيديله اوامر. يعني أنا لما نبقى راكب على حصان وحصان بيخاف ويجي في شارع اسكندرية مثلا أو مكان زحمة دي ما تخليوش يركز مع الناس، يبقى مركز معايا أنا بالسرعة بتاعه وبالسمع، ما يخافش من حاجة ولا ممكن يعمل أي مشكلة، ممكن يخاف يخش في عربية ولا حاجة. هنا برضو أشكال حاجات تانية. طبعا دي العدد دي نوعيات، احنا عندنا عدد نقول عليها نقش، وعندنا عدد مطلية، وعندنا عدد نوعيات. طبعا مش كل الخيل حنعملوا لهم العدد اللي هي مبخوخة بالذهب، يعني زي كده جبنا واحدة تانية دي عبارة عن نقش، دي عبارة عن نقش، شفت انت الرسومات والزغرفة اللي فيها. طبعا العدد دي اصلا دي من تراث قديم قوي، بس احنا حدثنا فيها، يعني حطينا فيها رسم الكمبيوتر، ودي مختلفة عنها زي ما انا قلت. شفتي دي الالوان، كل واحده شكل، كل واحده شكله، كل واحده لون. ممكن دي فيها هنا دناديش، دي ما فيهاش. ممكن دي تدي للصفار شويه اللون، لان بتيجي برسمه الحصان. الحصان يبقى احمر ليه عده معينه، الحصان الاسود ليه عده معينه حسب لون الحصان، حسب لون الحصان. مختلف. الركاب اسمه الركاب. الركاب ده ممكن نلاقوه ركاب من قديم الازل، يعني عندنا ركاب بيقولوا عليه ركاب اللي هو السطايح. السطايح ده الركاب ده ممكن يبدا حقه من 5000 ل 10000 جنيه اللي هو ده الركاب الاصلي. يعني يكون الركاب الاصلي مسطح برناوي. احنا ده شكل ده. ده طبعا مسطح بالفضه. طبعا اسعاره غاليه يعني شويه، لان برضك دي من قيمه الحصان، لانك بندي له احلى لبس عندنا. ده ايه برضو انا شايفه ده صغير بقى، ده حجمه صغير شويه، حصان صغير. وده بالنسبه للادوات اللبس للفارس، دي طبعا زي ما انا اتكلمت، وده نقول عليه جرد. ده الزي بقى اللي بيلبسه الفارس أصلاً. ده زي التراث بتاعنا اصلا، يعني التراث البدوي. التراث البدوي ده بيلبسوه من ايام زمان، حتى زي عمر مختار كان لابسه. أيوة. في الفيلم اللي كانوا بيمثلوه. ده طبعا ده بيشمل حاجات كتير، ده على فكره صوف. الجرد ده صوف،
ده يعني ممكن لو هو مثلا بالليل ممكن يتغطوا به، ممكن لو لا قدر الله واحد توفى ممكن يدفن به يتكفن به، لأنه مش حيشيلوه مسافة كبيرة، لأن أيام زمان كان الخيول وتمشي مسافات كبيرة ما فيش عربيات. فدي من ضمن الحاجات اللي هي من التراث البدوي، وده بيلبسوا ده عبارة عن اسمه حلال، ده بيتحط في مكان زي الطلقة بتاع الرصاص. مش معقول الرصاص هيبقى الفارس راكب وماسك الرصاص في إيده، طبعا الزخيرة بتبقى هنا ومربوط في النص ومربوط على ده، لما يجي بيريح بيشيله. كنا بنحكي حكايات، فاحنا بنحكي الحكايات قبل التسجيل، حكينا الفارس رزق عن الجوكر. احكي لي بقى قصة الجوكر. بقى الجوكر ده طبعا حصان جميل، واحنا طبعا اشتريناه كان مريض قوي وكان متعور وكان يعني مضروب ضرب كبير خالص، لدرجة انه كان من الجروح اللي عنده كان عنده التيتانوس، اللي هو اي واحد بتأخيل يعرف التيتانوس، انه كان تعبان قوي، حتى صار لو جبت الكاميرا شوية تشوف بقه هنا كان متعور، كانوا حاطينه لقام صعب او حديدة صعبة. شوف، فالجوكر طبعا بقاله 3 سنين عندي، ف يعني لقيت عندي واحد صاحب وصديقي فحب الحصان فقال لي انا عاوزه، احنا عندنا خيل كتير ولو حد حتى ياخد مني حصان اهم حاجه مش الفلوس، اهم حاجه اهتم بيه، يعني انا ما نقعدش مثلا 6 شهور او سنه او سنتين ان انا بعالجه لغايه لما يسترد صحته واحد ياخده يبهدله تاني. فاديته لصاحبي ده يعني بسعر رمزي عشان نبقى صادق معاكي، فهو خده وقعد عنده بتاع 3 شهور، هو بعيد عني ممكن يكون 8 كيلو 10 كيلو المكان، فقعد عنده 3 شهور الظهر ما عجبوش المكان ولا ما استجمش مع صاحبي ده اللي خده. فلقيناه في يوم في الصبح الساعة 6 الصبح بدري محلول من مكانه ومطلع وجاي واخدها على الشارع، ناس بتصوره على الشارع وهو بيجري، لغايه لما جاء قدام الاسطبل ووقف. طبعا احنا عندنا كلاب في الاسطبل فعملت صوت، هي اللي حصل طلعنا برا لقيناه هو واقف على الباب، فتحنا الباب دخل جوه لوحده كل المسافه لوحده، قررت ان انا ما بيعوش خالص وهيبقى معايا طول حياته. معاكم وحكينا حكايات كتيرة جدا داخل اسطبل فارس مطروح الأول، استمتعنا وبتمنى تكونوا استمتعتم معنا. استنونا إن شاء الله الحلقة الجاية وحكاية جديدة هنحكيها معاكم في برنامجنا حكاية مكان.